مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام، متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان. برحب بحضراتكم موجودين معاكم في بث مباشر جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه الدقهليه. النهارده جنايات المنصوره وتنظر اولى جلسات محاكمه المتهم بقتل جاره بسبب خلافات على الجيره. قتلوا 7 طعنات اودت بحياته. طبعا المجني عليه رحمه الله عليه احمد عبد الوهاب 38 سنه توفى. يعني كان بداية الأمر الخلاف كان ما بين نجل خال المجني عليه والمتهم، دخل عشان يفض ما بينهم ويصالحهم على بعض. وقتها المتهم اعتبروا أنه هو خصم كمان، وبدأ في الرايحة والجاية يعني يسبه بألفاظ بذيئة ويطف عليه لحد ما سن المطوة اللي كانت موجودة معاه وطعنوا في يوم الواقعة 7 طعنات. النهاردة موجودين مع حضراتكم بنتابع اولى الجلسات. معانا اسره المجني عليه رحمه الله عليه زوجته. قولي لنا يعني اولا البقاء والدوام لله. قولي لنا ايه اللي حصل مع زوجك؟ زوجي كان خارج يوم الجمعه بيصلي هو وابنه الصغير. فبعدين بعد ما صلوا وجم، طبعا كان ابن خاله مثلا بالشكل معاه، فدخل يحجز مع المتهم. فدخل يحجز، فبيشوف يعني ايه بعد اللي حصل. خلاص بقى هم حشهم عن بعض وكل حاجه بقت تمام، فدخل بقى في الامور مثلا عشان ايه يصالحهم على بعض. فطبعا من وقتها هم الاثنين اللي كانوا في الخلاف من البدايه عمرهم قد ايه؟ كان واحد 30 سنه ودي ابن خال 30، والمجنى عليه اصغر يعني ده أصغر. المتهم بقى المتهم 18 سنه تقريبا. المتهم بتاع لا اكبر حاجه 26 سنه في الحدود دي. فبعدين دخل بقى عشان يخش يحل الخلاف ما بينهم. فطبعا من يوميها بقى هو حطه في دماغه. كان بيعمل معاه ايه؟ كان مثلا ما يخلي احمد ماشي يطف عليه، احمد ماشي يبص له بقرف. واحمد طبعا جه قال كذا مره، قلنا له مالكش دعوه بيه، هو عيل وطايش. فمن هنا لهنا مره في مره كان بقى يوم الثلاث دوت كان احمد يوم الوقعه. يوم الوقعة كان احمد طبعا رايح، كانوا رايحين في الارض الزراعيه بيجيبوا تبن. ففي اليوم دوت طبعا احمد جاي ماشي على على ما اخوه يحصله. فهو جاي ماشي رجع بالتبن اللي كان معاه. احمد جاي لوحده هو وابنه بس. تمام. ما كانش راكب العربيه. الصغير ايوه ما كانش راكب العربيه. فاحمد جاي، فطبعا هو احمد ماشي كده والتاني واقف. فاحمد فقام رايح بس له بقرفه تف عليه. فاحمد بيعدي له بيقول له هو انا قدك ولا من سنك؟ سعد محمد قال له كده، مرايح قال له ده انت ايه؟ انت بدون ذكر اللفظ. المهم هو قال له لفظ وحش. قام رايح هو واحمد شادين مع بعض. تمام. فطبعا لما شدوا مع بعض قام رايح بقى طبعا خبطه في مد ايد في مش عارف ايه. قام رايح التاني مطلع المطوه في ثانيه. وكان في شهود في النص. كان في ناس موجوده. كان في اتنين في النص ما بينهم اصلا حاضرين شكل الحادث من الاول. تمام. فطبعا لما اتنين ده لما اللي هو كان واقف على محط الموتوسيكل في جنب عشان يروح عشان يحجز ما بينهم، جه يبص لقى احمد مرمي على الارض. طعنوا سبع طعنات. انت شفتي جوزك وقتها؟ لا انا طبعا ما شفتش جوزي، انا كنت في البيت لقيت واحده جارتنا جايه بتقول لي يا رانيا تعالي، ده مش قالت كمان مش قالت لي ده جوزي، قالت لي سلفك ماسك شكله. ما قالتلكيش جوزي. فلا هي ما تعرفش برضه. لما انا جريت على الطريق عشان اشوف جوزي عشان اشوف سيلفي، ما اعرفش الناس قالت ده مش سيلفك ده جوزك. لما ادور عليه ما لقيتوش. رحنا المستشفى، لما رحنا المستشفى احنا ما شفناهوش اصلا. لما رحنا المستشفى قالوا لك ادعوا له هو ما بين ايادي ربنا. احنا طبعا لما شفت المنظر انا انهارت في المستشفى. طبعا عايزه اخش اشوف. انا خشيت اشوف جوزي لا حول الله ولا قوه. وبصراحه الدكاتره عملوا ما بوسعهم، عملوا المستحيل عشان ان هو يرجع تاني. طبعا هو خلاص قضاء ربنا نفذ. عندك اولاد قد ايه؟ انا عندي روينه 15 سنه، محمد 14 سنه، رماج 8 سنين. الطفل الصغير اللي كان موجود معاه وقت الواقعه قال لك ايه ولما عرف ان والده توفى وشاف الواقعه؟ هو طبعا انا ما كنتش موجوده عشان هو يقول لي، لان طبعا فضلت مع باباه في المستشفى ما جايين حوالي الساعه 3 بالليل على ما اتدفن ومش عارفه. طبعا اكتر ما انا لميت ولادي في حضني وخدتهم في حضني، والمنظر طبعا تشوفي منظر لما تخش كده تلاقي نايم على الترول ومنظر الطعنات. تعملي ايه انت بالمنظر دي لما تشوفيه؟ هو واخد الطعنات في صدره؟ هي طعنه في صدره وطعنه في جنبه واثنين في رقبته واثنين في دماغه
وطبعا باقي الطعامات ما خدت ما شفتش بقى فيه في ده، هم قالوا في ظهر الطب الشرعي، والطب الشرعي اثبت كمان ان هم 10 طعامات من السبعه. ما تقراي كده بشكل متفرق في الجسم، بشكل متفرق في الجسم. تعملي ايه بقى لما انت تشوفي المنظر؟ هو اصلا المجني عليه والمتهم كانوا عارفين بعض من قبل كده؟ ما كانش لهم كلام مع بعض نهائي، يعني هم جيران يعني ايه، احنا في منطقه واحده، احنا كنا في منطقه واحده بس احنا ما لناش كلام معاهم قد كده. كانش بيتكلم يعني مثلا حد. ما جاش في مره قال لك انا بتخانق معاه او ولا اتخانق معايا؟ بصراحه ما اتكلمش، بصراحه احمد ما اتكلمش وقال اي حاجه. بس احمد جاي من لبنان بقاله سنه ونص، احمد جاي من لبنان بقاله سنه ونص، يعني كان مسافر بره مصر. هو قعد يعني عنده الشباب مش ملوش خلطه بيهم؟ لا طبعا ملوش خلطه بيهم، وطبعا الفتره ده هو كان بيجي الاول مسافر كان بيكلم ده ويقعد معاه دي، انما السنه ونص دول بقى من بيته لشغله، عندنا عربيه ميكروباص بركبها اخر الليل، ما فيش اكتر من كده. يعني ما عندوش وقت يفضل ما عندوش وقت ان هو يقف يتكلم مع حد ولا ان هو يشكل حد، بصراحه ما كانش له خلاف مع اي حد نهائي. هو دوت بقى منه دخل الخلاف ما بينه وما بين ابن خاله، قالوا انه سلم المطوى قبلها. سمعنا الكلام ده. الجيران اللي شافوه قالوا هو ساعه الحادثه بالظبط، ساعه الحادثه حصلت قالوا هو عشان كده كان بيسن السكينه من بالليل. يعني هم لما بعد الواقعه ما حصلت يعني هم ربطوا الاحداث ببعض. قالوا انه كان بيسن السكينه عشان يعمل جريمه. كان قاعد بيسن السكينه بالليل عشان يرتكب الواقعه. وانتوا جايين النهارده اسرته عايزه ايه او بتطالب بايه او عايزه تقولي ايه؟ والله احنا بنثق في القضاء العالي، ويعني ربنا يجيب لنا حقنا ان شاء الله، والقضاء يجيب لنا حقنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حاسه ان جوزك اتظلم في القضيه دي؟ جوزي اتظلم. ما اتظلمش ليه لما في ثانيه كده حصل يعني حوار بسيط يؤدي مش يعني تؤدي الى الموت بالمنظر ده بالفظاعه دي؟ لا مش ما يعني ما هقول ايه، هقول ايه اكتر ان القضاء بس جبنا حقنا ان شاء الله باذن الله. بتقربي له ايه؟ بنت اخته. قولي لي ايه اللي حصل مع خالك؟ بمعنى ايه؟ ايه اللي حصل يوم الواقعه او عرفت ازاي ان خالك اتقتل؟ يوم الواقعه انا تاني يوم كان عندي امتحان الصبح في الكليه، احنا بيتنا على الطريق، فكنت سامعه في زعيق، فبفتح الشباك وبشوف في ايه، لقيت بابايا شايل خالي في موتوسيكل كده وماشي بيه. فسالت سعيفه يعني. فسالت بابايا في ايه، بابا ما ردش عليا وبص لي بالدموع في عينه. فببص لقيت خالي التاني جاي، والقاتل ده في بيت عمه قدامنا مستخبي. مستخبي يعني هو ارتكب الواقعه وقتل خالد وجرى استخبى، بدا يستخبى بقى. عند بيت عمه. فابن عمه التاني طلع وقعد يشتم ويقول كلام الفاظ بذيئه، ده اصلا قريبنا. ماشي، قريب بابايا. ماشي. وبعد كده بقى عرفنا ان بعدها بفتره بابايا رن علينا، و كل ده وما كنتش تعرفه ان خالك توفى؟ لا ما كنتش اعرف خالص. هو اللي مقتول او خلاف؟ لا ما كنتش، انا كنت بحسب بس ان في مشاكل بسيطه، يعني مشكله بسيطه زي المشاكل كده، ما كنتش اتوقع ان هي توصل للقتل او ان احنا نفقد خالنا او والدنا التاني. ان هو بيقولوا خال والد حقيقي، واقسم بالله بيقولوا خال والد. انت جايه النهارده ومتاثره وعماله تقولي لي من اول اللقاء او يمكن قبل ما نطلع اللقاء، والدي قتلوا والدي، قتل والدي، فاللي هو انت كلميني عنه بقى. حقيقي اقسم بالله، يعني خالي ده كان يعني انا وهو قريبين جدا جدا جدا، وهو في السفر وكل حاجه، يعني اي طلب هو كان بيجيبه لنا، ما كنتش بيستغنى عننا اي حاجه، كل حاجه احنا عاوزينها كان ما يعني. انت تتوقعي ان الموضوع يوصل للدرجه دي وان خالك يتقتل في الاخر؟ لا ما كانش، يعني ما كنتش اتوقع خالص ان خالي ان احنا نفقده، ما كنتش اتوقع نهائي. انتوا جايين النهارده مستنيين؟ مستنيين حق خالي يرجع، مستنيين حق خالي يرجع. طبعا يعني اسرته زي ما حضراتكم شايفين متواجدين هنا امام مجمع محاكم المنصوره، منتظرين طبعا يعني اولى الجلسات محاكمه المتهم بقتل احمد عبد الوهاب ابن قريه الاورمان التابعه لمركز طلخه بمحافظه الدقهليه، واللي اتقتل 7 طعنات متفرقه، منهم طعنه في القلب كان يعني بشكل بشع
اودت بحياته في الحال، حاولوا يسعفوه وقتها لكن كانت لفظت انفاسه الاخيره. الموضوع بدايته كان المتهم على خلاف بنجل خال المجني عليه، وهو دخل يصالحهم على بعض وانه يحاول يفض الشجار اللي ما بينهم وما بين بعض، ولكن الموضوع انتهى الى ان المتهم اعتبره خصم ضده وانه عدو ليه. بدا من هنا لحظه انه يعني يترصد له في كل الاماكن اللي بيكون متواجد فيها المجنى عليه، وبدا يعني انه هو يلفظ عليه بألفاظ بذيئة وبعض الكلمات طبعا الخارجة، وبيبدأ يطف عليه لحد ما وصل الحال انه سن المطوة بتاعته، وده على حد اقوال الجيران والناس اللي شهدت في تحريات المباحث والنيابة العامة في تحريات النيابة كمان، قالوا انه كان بيسن من بالليل المطوة بتاعته، وقتها بالنهار بدأ يجرجر للمجني عليه وبدأ يسدد له 7 طعنات متفرقة في الجسم. أسرته بتناشد القضاء المصري، القضاء العادل، القضاء الشامخ، عايزين حق زوجها وعايزين حق أحمد عبد الوهاب المجني عليه. طبعا هنتابع مع حضراتكم الجلسة ويعني باقي الإجراءات الخاصة بالقضية، هتابع مع حضراتكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.